في يا جماعة. دي قصه يا بس جماعة بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه اولا طبعا المواقعه لو حصلت هو يبقى اغتصاب. ليه؟ لان البنت المخطوفه او الولد المخطوف ده مخطوف ومحطوط تحت التهديد فده اغتصاب، والاغتصاب هو المواقعه الكامله، ما قبل المواقعه هو هتك العرض. المواقعه هو الاغتصاب. اغتصاب امتى بتحصل المواقعه؟ يا بالرضا يا بالاكراه. الاكراه ده يا معنوي يا اكراه مادي. فبالتالي هي البنت ما دام مختطفه وحصلت مواقعه هذا اغتصاب كامل الاركان. عقوبه هتك العرض ايه وعقوبه المواقعه ايه؟ لا ده اقتران، اقتران بالجريمه، ده اقتران. هنا التشريع الجديد هتك عرض او مواقعه. انا عايز بس يا جماعه في الحالتين اعدام. انا عايز بس اصل الحكايه. الخطف في حد ذاته هو النص بيقول او يعني المؤبد او الاعدام. الخطف في حد ذاته وما تيجي تقولي انا باخد ده، دي جريمه اوليه لجريمه ثانيه. محدش بيخطف لمجرد الخطف، محدش بيجي ياخد واحد كده يمشي يتفسح بيه في الشارع. هو بيخطفه ليه؟ بيخطفه لمئة سبب. يا اب بيخطف عشان يسافر، يا ولد بيخطف علشان يطلب، راجل بيخطف عشان يطلب فدية، يا واحد بيخطف انثى عشان يوقعها. يا يعني الخطف ودلوقتي درجة في السنوات أولى اللي فاتت بقى اصبح عندنا تجاره اعضاء، تجاره اعضاء دي طبعا كارثه. فدي درجه، دي درجه اولى، فما فيش خطف لمجرد الخطف. فدائما هنا التشريع لما جه غلظ العقوبه، غلظ العقوبه الخطف والاقتران بجريمه. هو طبيعي ما فيش خطف ملوش اقتران. لو بنيجي نتكلم على الواقع، انت خطفت علشان ما فيش خطف لمجرد الخطف، ما فيش مخطف لمجرد الخطف، ما فيش واحد هوايته ويخطف يعني. ادي خلل تاني في واخد بال حضرتك، ما انا ده خلل كبير. بس انا عايز اقول على حاجه، خلينا عشان نبقى منصفين وما نبقاش، انا مش مع مجلس الشعب ولا هو غلط في حاله، بس انا هقول على حاجه بس هقول على حاجه. خلينا نتكلم على الاصل التاريخي للخطف. اولا الخطف كان مجرم على الانثى فقط زمان ايام الشغل، وبعد ما تطورت الجريمه اصبحنا دلوقتي بنسمع عن خطف يعني اطفال ولاد. ولاد طبعا بيتم اغتصابهم. كان ده كان غير مجرم على الاطلاق. احنا طول عمرنا خطف يعني اسمه خطف انثى، حتى لغايه سنه كام؟ لغايه السبعينات مثلا او الثمانينات كان الخطف اسمه خطف انثى، لان جرى كانت الظاهره الاجراميه اللي عندنا اغتصاب انثى. لان كان الغرض الرئيسي والاساسي من الاختطاف هو المواقعه الجنسيه. صحيح. فده عشان دي ظاهره تطورت. بيحصل ايه التشريع بيحصل ايه؟ التشريع حضرتك بيبقى بيلاقي حاجه موجوده في المجتمع بيبتدي يعمل لها حل، بيبتدي يعمل لها عقوبه. لما النهارده بدات الاولاد تتخطف ويطلب لها فديه، اصبح النهارده لازم يجرم خطف الاولاد. لا مش بالاولاد بقى، ده انت بتخطفي تاجر وتطلبي فيه ملايين، فبقى خطف الرجال. ده ما كانش مجرم اصلا، ما كانش مجرم. ما كانش مجرم، احنا طول عمرنا ما بنشتغلش على كده. النهارده حاجه رائعه جدا ان هو واجه الظاهره وخلى الخطف عمومي، دخل فيه بقى الاب والام والراجل والبنت. طيب والست. طيب ممكن اسال سؤال هنا، اسال سؤال لحضراتكم وتوجه بيه للدكتور محمود برضو من خبرته القانونيه. لما احنا النهارده اصبحنا بشكل جميل جدا يعني وسعنا قاعده تعريفات الخطف واسباب الخطف بالظبط، ولما احنا بحسب كلام حضرتك وسياده النائب عندنا حوالي 75% من حالات الخطف، 80% او 80% بتستطيع الشرطه المصريه القبض على الخاطف. لما احنا محققين المعدلات الجميله دي، لماذا ازدادت حوادث خطف الاطفال في السنوات الماضيه بشكل كبير جدا في مصر؟ اسمح لي بس بضبط بعض الامور القانونيه. اتفضل. اولا القانونيه والواقعيه، في الاول حكايه ان هي ظاهره او ليست ظاهره، احنا ليس لدينا ارقام واضحه زي ما ده الكلام اللي انا قلته. استاذ احمد في اي احصائيات عندنا؟ لا لا احنا عندنا ارقام مختلفه. الرقم الوحيد اللي صدر صحيحا 412 طفل في 2015، عايز اقول لاتي، واللي جه في تقرير وزاره الداخليه قال عندنا 412 بلاغ عن خطف. انا عايز اقول لاتي، اتفضل يا دكتور. ليس لدينا رقم واضح مؤكد علشان اقول ان هي ظاهره او غير ظاهره. صحيح. لكن في حالات وحالات كثيره وحالات خطيره. بصرف النظر عن المسمى. اخذا في الاعتبار ان الرقم الاسود في هذا النوع من الجرائم كبير جدا. الرقم الاسود يعني الرقم الغامض، يعني هذا النوع من الاجرام ليس واضحا، لا يبلغ عن كل الوقائع. صحيح.
وإذا بلغ عنها لا تظهر في الإحصائيات، ده اللي بنسميه الرقم الأسود. لماذا قد لا يبلغ الرقم الخفي؟ طبيعة الجريمة طبيعة المجتمع، طبيعة الجريمة طبيعة المجتمع، النظام نفسه داخل. يعني أسرة مثلا في قرية بنتها اتخطفت، يعني كثير من الناس، أنا حاول سيادتك، كثير من الناس لا يلجؤون إلى الشرطة خوفا على حياة المخطوف او خوفا من الفضيحه، ويلجؤون الى نوع من المساومه. يعني ربما بيقول ان البنت اتخطفت، الخاطف كما بيقولها لو كلمت الشرطه انا هقتل ابنك مثلا، خوفا على حياته. 70% اللي بيبلغ الشرطه، 70% ما بيبلغش، بيدفع فديه او بيبلغ متاخر. وده رقم يعني رسمي الى حد ما، الى حد ما، ما هي دي رقم اسود، رقم اسود برضه احصائيه عشان نكمل. بس على فكره يا فندم، لما ما بيبلغش الشرطه في الوقت المناسب بيأخر عملية التحريات. أنا عارف، أنا بحكي على واقع، أنا بحكي على واقع. فهذا فيما يتعلق بالظاهرة ما نقدرش نحسمها، لكن في وقائع خطف كثيرة جدا، مش أطفال فقط وإنما لبالغين، اعتبارا من سنة 2011 كانت وصلت إلى حدود كبيرة جدا بعد الثورة، بدأت شوية مع مجهودات الشرطة وظهور الشرطة إلى آخره تنحسر بعض الشيء، ربما المنحنى زاد شوية في الأيام الأخيرة، فدي ما نقدرش نحسمها. هو سألت بقى العقوبة المقررة لهذه الجرائم. أولا بس لضبط بعض الأمور، العقوبة المقررة ده ظرف مشدد في حالة اقتران، اقتران فعل الخطف بطلب فدية أو بمواقعة أنثى بطلب فدية، بترتفع العقوبة من 15 إلى 20 سنة سجن مشدد. في حالة مواقعة، مواقعة بتصل العقوبة إلى الإعدام، الإعدام مش بديل لسجن المؤبد، ترتفع إلى الإعدام. لا، الإعدام أو سجن المؤبد، لا مدى 289 لا المواقعة فيها إعدام، الإعدام الإعدام أو سجن يا فندم. الإعلام أو سجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضي، مدى 289. أنا عندي النص، يمكن ربما حضرتك أصح ربما في النص، لأن إحنا دلوقتي برضو في مشكلة كبيرة جدا. طب هل خطف؟ أنا يوميا عندي نصوص جديدة في ذات المسألة، ما دي مشكلة تشريعية، رجل القانون لا يستطيع أن يتابع الآن النصوص. صحيح، من كثرتها، من كثرتها. بس أنا عايز، معلش، أكمل الجزئية، يعني أكملها. اتفضل. نيجي بعد كده على مسألة المواجهة، هل بالعقوبة هل بالإعدام؟ ده ما حضرتك قلتي لو أعدم واحد أو أعدم، أنا بتكلم كمواطنة يا فندم. أنا فاهم، أنا برضو بكلمك كمواطنة، ما فهمش في القانون، أنا بكلمك كمواطنة بس. أنا أفهم على فكرة في الجزئية دي، أنا بتكلم كمواطنة، مش هيشفي غليلهم إلا إعدام الخاطر. أنا بكلمك كمواطن أيضا، لدي بعض الفكر انه مرتكب الجريمه بالذات الجرائم الخطيره لا يفكر في ضبطه ومعاقبته لحظه ارتكاب الجريمه. يا فندم، مرتكب الجريمه بيراهن على ان فعله لن يكتشف لحظه ارتكاب الجريمه، ويراهن على انه لن ينال عقاب. فالقصه مش بس، مش هي الإعدام اللي هيحل المشكلة، مش توقيع العقوبة اللي هيحل المشكلة، دي واجبة ولازم، وشدد العقوبة ده أمر مهم جدا، العقوبة غرضها الردع. لكن أنا عندي منظومة أخرى إذا حبيت أتكلم فيها دلوقتي أتكلم فيها لاحقا، أتكلم فيها عشان ما أخدش